ألف 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 مبروك لشعب مصر العظيم، ألف مبروك تأهل منتخبنا الوطني للشباب تحت 23 سنة. المنتخب الأولمبي يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة منذ 2012، وحتى الآن تقريبا 7 سنين لم يتأهل فيهم منتخبنا الوطني إلى الأولمبياد، ولكن بيعود الكابتن شوقي غريبة المدير الفني مع منتخبنا الأولمبي، ويعود مع جيل رائع جدا من اللاعبين: رمضان صبحي، مصطفى محمد، أحمد أبو الفتوح، أكرم توفيق، كل اللاعبين الحقيقة بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا جدا، فرحة عظيمة، فرحة جميلة جدا جدا، بغض النظر عن المباراة، بغض النظر عن اللي حصل في المباراة، على الرغم من أن أنا شايف، أنا واحد من الناس اللي شايفين أن أداء منتخبنا الوطني كان أداء تكتيكي جيد جدا جدا أثناء المباراة، ولكن في النهاية قدر منتخبنا الوطني أن يفوز ببطاقة الصعود الثانية إلى أولمبياد طوكيو، بعدما تأهلت منتخب كوت ديفوار إلى البطاقة الأولى إلى أولمبياد طوكيو. كل الأمنيات الطيبة، والحقيقة قد إيه الفرحة اللي إحنا موجودين فيها، وقد إيه الناس بره سعيدة جدا جدا، والأول مرة منذ فترات طويلة جدا نشوف هذا الجمهور 70,000 متفرج متواجد في الاستاد ويطلعوا فرحانين، من زمان جدا ما شفناش هذه الفرحة. ألف مبروك يا كابتن فتحي. مبروك يا كابتن سيف. ألف مبروك يا كابتن حشيش. ألف مبروك يا كابتن هلال.